وليعلم أن العمل الذي يحبه الله تعالى يعطي عليه عطاء جزيلا، يقبله ويرضى عن صاحبه ويجزل أجره ومثوبته. ولذلك حري بكل مؤمن يرجو ما عند الله عز وجل من الخير والبر، ويؤمل ما عند الله عز وجل من الفضل والعطاء، ألا يحرم نفسه كل عمل صالح في هذه الأيام. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يقيد ذلك بعمل دون عمل، بل قال: ما من أيام من العمل الصالح، وهذا يشمل كل عمل يعمله الإنسان مما جاء به القرآن أو جاء به سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فكل عمل جاءت به الشريعة الاشتغال به في هذه الأيام تقرباً إلى الله عز وجل هو من أحب ما ينبغي أن يجتهد فيه الإنسان ويتقرب فيه إلى الله عز وجل.